يا صباح الجمال، اخباركم ايه؟ النهارده اسم الفيديو بتاعنا الفصل في العلاقات لما نكون زعلانين. بمعنى ايه؟ اولا خلينا متفقين ان احنا كلنا عندنا ابتلاءات، كلنا عندنا مشاكل، كلنا في ستريس، كلنا في ضغوطات رهيبه. فانا عايزه افصل بين العلاقه مع الاخرين والضغط النفسي اللي حضرتك او حضرتك بتكون فيه. بمعنى ايه؟ يعني في حاجات كتير جدا انا بلاحظها. يعني انا هديكم مثال، وده بيحصل معايا وبيحصل مع ناس تانية اكيد. اني مثلا احنا خلينا متفقين الاول ان احنا كلنا مبتلين، يعني كلنا عندنا مشاكل. يعني انا لما بعمل الحاجه اللي انا هقول لكم عليها دي او غيري بيعملها، مش معنى كده ان انا قاعد فاضي او ان انا قاعد ما عنديش ابتلاءات وما عنديش مشاكل. لا، المفروض يبقى في فصل في العلاقات، في كل حاجه عن علاقتي الشخصيه بالاخرين والعلاقات اللي هي فيها مشاكل وفيها ستريس وفيها ضغط، لان دي مش بتروح وخلاص. احنا في دار ابتلاء، فاحنا كلنا مبتلين، خلينا متفقين في دي. تمام. اللي انا عايزه اوصله بقى حاجه، انا ناس كتير مثلا ممكن اكون معايا على الواتس او على الفيس ليا فتره مثلا طويله ما كلمتهمش وما اعرفش عنهم حاجه، فبلاقيهم غابوا فتره كده. فطبيعي ان انت لما بتلاقي حد غاب فتره فالمفروض بتتصل انت عليه او هو بيتصل عليك او ايا كان. يعني اولا اهم حاجه انا عايزه برضو اتكلم في نقطه قبل ما ابدا الكلام اللي انا هقوله، ان احنا ما نفضلش طول الوقت اقول للي بكلمه ده انت ما سالتش عني ليه، انت ليه ليك فتره ما بتسالش عني. لا، انا المفروض اساله انت ظروفك ايه وحياتك ايه واخبارك ايه وعامل ايه. والله هو حب يحكي، حب ما حبش يبقى اكيد في حاجه. طالما انا متاكد ان مفيش حاجه حاصله بيني وبينه شخصيه ان هي ايه تقطع او تخلي فيه ستوب في العلاقه اللي بينا، لكن طالما الامور عاديه فخلاص ما اسالش. لان كل واحد ظروف الحياه ومشاكلها والضغط النفسي اللي احنا فيه طول الوقت والستريس مخلينا فعلا ما فيش وقت فعلا. احنا بقدر الامكان بنحاول نصل الرحم وبنحاول ان احنا نبقى على علاقه طيبه بالاخرين، بس بيجي علينا وقت فعلا بنبقى منشغلين بالحياه زياده عن اللزوم، فبيبقى الوقت مضغوط فما بلحقش. يعني انت كتير جدا مننا، يعني انا مثلا اصحى الصبح اقول انا اكلم عمتي وخالتي ومش عارف مين ومين ومين، ويجي اليوم كله يا ده انا كنت هعمل كذا وما عملتوش، فبيبقى غصب عنك او غصب عنك. تمام. انا دلوقتي هتكلم في ايه؟ اني انا دلوقتي لما يكون لي فتره، حد لي فتره مثلا ما اتصلش بيا او ما كلمنيش، فانا مثلا بضطر ان انا ابعت له مثلا رساله عايزه اطمن عليه، فاكتب له مثلا صباح الخير، فلاقيه احنا بينا شهور ما اتكلمناش، فلاقيه باختصار شديد يقول لك صباح النور. طب انا مستنيه يرد عليا. لا، هو صباح الخير صباح النور. اجي اقول له ازيك عامل ايه، يروح يقول لي الحمد لله. طب حضرتك رد عليا حتى قول لي انت عامله ايه، اخبارك ايه. على فكره ده بيحصل كتير جدا، الرد الغريب ده بيحصل كتير جدا. فانا بصراحه انا واحده من الناس بتضايق جدا من الرد ده، او الرد مختصر زياده عن اللزوم. المفروض اني انا متصله بيك مثلا بعد فتره طويله احنا ما اتكلمناش، لما اقول لك صباح الخير ولا اقول لك صباح الخير المفروض ان انت تردي عليا تقولي لي صباح الفل او صباح النور، اخبارك ايه. ما قلتيش اخبارك ايه، انا بقول لك او بقول لك اخبارك ايه، المفروض تردي الحمد لله بخير، انت اخبارك ايه المفروض. لكن مش اكتب صباح الخير اكتب لي صباح النور، اكتب اخبارك ايه او اخبارك ايه اكتب لي الحمد لله وشكرا، مفيش اي كلام. طب حضرتك بتخليني، يعني في ناس فعلا انت بتوصلها ان هي تندم ان هي عملت كده. هو انت بتخليني اندم اني انا اتصلت بيك او كلمتك، احنا لينا فتره طويله جدا ما اتكلمناش مع بعض، فطبيعي رد، المفروض رد الفعل انا دلوقتي بقول صباح الخير المفروض صباح النور، انا بقول لك اخبارك ايه المفروض انك ما تقولش الحمد لله وتسكت، المفروض الحمد لله اخبارك انت ايه، انت عامل ايه، فينك، معلش الحياه مثلا خدتنا شويه. المفروض يبقى في رد، انا بدات دلوقتي بالكلام المفروض ان يبقى في رد فعل. لكن لا، انا بلاحظ ان ناس كتير جدا بتحصل معايا، انا شخصيا بتحصل مع ناس كتير جدا، اقول له صباح الخير ويكون لينا شهور ما كلمناش بعض يقول لي صباح النور، اقول له اخبارك ايه يقول لي الحمد لله وخلاص شكرا، وعايز خلاص مش عايز اي رد. هو ما فيش علاقه، هو ما فيش حاجه حصلت بيني وبينه، بس هو عنده ضغط نفسي او عنده ستريس او عنده مشكله او او او. بس حضرتك انا ذنبي ايه؟ طب ما هو حضرتك زي ما انا، حضرتك زي ما انت عندك ضغط نفسي وعندك ابتلاء، انا عندي برضو نفس القصه، وممكن يكون ابتلائي اشد وممكن يكون ضغطي اشد من اللي عند حضرتك. تمام. فانا نفسي فعلا احنا ما نبقاش كده، ونفسي فعلا نغير. يعني على فكره انا بتعامل مع شخصيات والله بيبقوا والله دارسين علم نفس، وفيهم بسم الله ما شاء الله بيبقوا معاهم شهادات عاليه جدا،
يعني عندهم فن التعامل وعندهم ازاي المفروض ان هم يردوا ويتعاملوا ازاي مع الاخرين. بس للاسف بلاقي ردود فعل غبيه خالص، معلش سوري في اللفظ، فعلا رد بيخليني انا غلطانه يا عم ان انا اتصلت بيك. ما انا عم في ضغط نفسي زيك والله، انا يمكن الضغط اللي عندي اكتر منك بكتير. لازم نفصل في العلاقات. انا زعلان من حاجه، عندي مشاكل، هي مش هتخلص. احنا في دار ابتلاء، فطبيعي ان احنا طول الوقت في انشغال وفي مشاكل وفي ستريس وفي ضغط. فانا خدت من وقتي وحاولت ان انا افرغ يعني دماغي كده شويه واكلمك او تكلمني او اكلمك ان احنا نسال على بعض ويبقى فيه ود بينا. ليه بتخليني اندم ان انا اتصلت بيك وسالت عليك؟ على فكره اللي بيحصل معايا ده مش بيحصل، يعني مش بتكلم على المستوى الشخصي، انا بتكلم عامه لان بيحصل مع ناس كتير جدا، وناس كتير جدا بتتضايق. يعني انا بتضايق جدا جدا لما اكلم حد يرد عليا باختصار، بتضايق جدا. انا مش بقول لك ارغي، بس انا ليا شهور ما كلمتكش بقول لك صباح الخير، المفروض تاخد وتيجي معايا في الكلام، لان انت كده فعلا بتوصل ناس. وفي الاخر نقول العلاقات اتقطعت ليه؟ صله الرحم ما بقتش موجوده ليه؟ ما هو حضرتك من رد الفعل بتاعك، يعني انا لما اجي اتصل بيك واكلمك بترد عليا باختصار تماما، وانا ما كنتش بايت في حضنك، انا ليا شهور ما شفتكش وما اعرفش عنك حاجه، ولقيت بترد الرد ده، فبتخليني اندب. في فعلا الناس بتبقى معلش بتاخد جنبه، ممكن ما تسالش عليك، ما تسالش بيك تاني. انا واحده من الناس لا، ممكن اسال عادي ما فيش مشكله، بعدي المواقف. لكن في غيري ما يعدهاش، في غيري بيزعل، في غيري ممكن ياخد جنب. انا كتير جدا اقول لا انا مش هتصل بفلانه دي تاني ولا هكلم فلان ده تاني، ارد عليا باختصار بعد شهور. وعلى فكره بتتكرر كتير، يعني مش من اول مره، يعني انا ممكن اعمل كده مره واثنين وثلاثه الاقي رد الفعل نفس الرد كل مره، يعني مفيش تغيير، ما في ايه ما. فلازم نفصل في العلاقات، في الحياه العامه والحياه الشخصيه. كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ابتلاءات، كلنا عندنا حاجات كتير بتحصل، ربنا يعني يعفو عنا ويعافينا من اليوم كله والضغط النفسي اللي بيحصل فيه عند كل الناس بلا استثناء. حتى اللي بيخرجوا بيتفسحوا وهنقول دول عايشين حياتهم ودول معاهم فلوس ودول عندهم برضو ستريس وعندهم ضغط نفسي وعندهم وعندهم. فما تخلينيش حضرتك اندم ان انا كلمتك. لازم يبقى في فن في التعامل. احنا على فكره اتكلمت في كذا فيديو ان لازم يبقى عندنا فن في التعامل، لازم لازم نتعلم الفن في التعامل. حتى لو حضرتك شخصيتك يعني هي كده، انت في ناس على فكره ما بتعرفش تفصل، يعني في ناس الدنيا بتقف معاها لو حصل اي موقف، يعني لو حصل معاها مشكله ده الدنيا تقفل في وشها وتفضل مقفوله لغايه ما المشكله دي تتحل. وتيجي تكلمها هي على فكره ما تيجي تكلم حد يفكر ان انت متخانق معاه هو، يعني لما حد يجي يكلمني هو انت زعلان مني في حاجه؟ طب انا انت بتتكلم معايا كده ليه؟ فلازم يبقى في فصل في العلاقات. ممكن يبقى صوتي متغير، ممكن يبقى شكلي متغير، لكن لما اجي اتعامل معاك المفروض اني انا اتعامل بطريقه تانية خالص وبصوره تانية خالص، لاني انا في ضغط نفسي وفي ستريس زيك. فاحنا لازم نفصل في العلاقات، يا ريت فعلا نتعلم ده، يبقى عندنا فن في العلاقات وفن في التعامل، لان احنا محتاجين ده، محتاجين ان احنا نسال على بعض، محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض، محتاجين ان احنا نسمع بعض، فما يبقاش الرد يبقى كده. فاتمنى يعني ان يبقى في فصل، شوفوا فصل في العلاقات اهو، ايدي كده فصل بين يمين وشمال، خطه حاجه سهله وبسيطه جدا على فكره، ان انا افصل في العلاقات، علاقتي الشخصيه بالعلاقات اللي هي الاسريه والمشاكل اللي في الشغل اللي بتحصل في كل مكان، لان دي قائمه مش هتتغير. فاتمنى يعني الفيديو بسيط، انا مش هطول عليكم اكتر من كده، كفايه رغي. فاتمنى الفيديو ده يعني بعض من الناس حتى تستفيد منه او تطبقه. يلا اشوفكم في فيديو اخر، باي باي.